أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي ليكشر 2 في الكدني، واللي عاوز يسمع ليكشر 1 فدلوقتي موجودة على اليوتيوب. أنا طبعا لم أزيع الموعد البث لأني ما بقاش متأكد من جودة البث، فإذا مشي كويس بإذن الله بنحطها على اليوتيوب. إحنا كنا توقفنا بعد عن المقدمة، فقلنا ان النفرون يا اولاد عبارة عن كل كلية فيها 1.3 مليون نفرون، يعني 1.3 مليون نفرون يعني وحدة مصغرة، كل واحدة بتشتغل بمعزل عن اخرى، كل واحدة بتكون من جلوميرولس وتيبيول. فاحنا عاوزين ندرس وظائف الجلوميرولس وظائف التيبيول، فنبتدي باذن الله بالجلوميرولس اللي هو وظيفته في كلمة واحدة هي فلتريشن، وهي الوظيفة الأهم زي ما قلنا. الجلوميرولار فلترت يعني اللي بيطلع بره السفيريكال تافت اوف كابيلاري ويدخل في الباومانز كابسول، ده ما هو إلا الترا فلترت، يعني في كل حاجة صغيرة ما عدا البروتينز، البلازما بالفلتر بأكملها ما عدا البروتين، فعش كده يقول لك it's a protein free ultra filter. وانا عاوز ندرسها في 6 نقاط الجلوميرولس. اول 3 نقاط MSQ، 3 نقاط اللي بعد كده كل واحدة بذاتها سؤال نظري. فاول 3 نقط لو ما بيجوش في النظري يعني تفهمهم بس ما تحفظهمش. اول نقطة الكمبوزيشن بتاع الجلوميرولار فلترت، لسه قايلينها يا ولاد، البلازما بتفلتر ما عدا الكولويدز، وطبعا اهم حاجة في الكولويدز هي البلازما بروتينز. يبقى دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية الفوليوم، ده رقم من فضلك تحفظه أكتر من اسمك. كام سنتي بيفلتر بير مينيت؟ 125 مللتر بير مينيت. العددين اللي بعد كده تحصيل حاصل يا أولاد، يعني لو قال لي طب احسب لي في الأور، هضرب الرقم ده في 60 تطلع 7.5 لتر، احسب لي في اليوم اضرب في 24 ساعة تطلع 180 لتر في اليوم، هي قيمتها ايه الرقم الثالث ده؟ انك انت عارف ان حجم البلازما 3 لتر، معنى انك انت بتفلتر 180 لتر في اليوم، يعني هذه البلازما 3 لتر بيتم تنقيتها 60 مرة في اليوم. سبحان الله في خلقه. احنا جهاز الكلية الصناعية اللي هو جهاز ضخم، لما عم بيجيله فشل كلوي بنعمل غسيل يا مرتين، يا في الدول الاكثر تقدما اللي معاها فلوس اكثر 3 مرات في الاسبوع، في الاسبوع 3 مرات. شوف بقى الكليه اللي هي بحجم الكف بتاعك الكلينشد فيست، الكليه بتعمل لك تنظيف للبلازما 60 مره في اليوم. ده معنى الرقم. انما يبقى الرقم اللي هنسالك فيه في الشفوي واللي هو مهم جدا في الام اس كيو، كم سنتي بيفلتر في الدقيقة؟ 125 سنتي مليليتر بير مينيت، في الفيميل بيبقى 10% لس. وطبعا لا تنسى انه 99% من هذا الجلوميرولار فلترت بيحصل له ري ابزوربشن، ما حدش بينزل 125 سنتي بول في الدقيقة، تبقى فاهم هذا الكلام. طيب تاني نقطة في الفوليوم، سؤال مهم جدا اللي هو الفلتريشن فراكشن. احنا كنا قلنا ان البلازما الافكتيف رينال بلازما فلو، حجم البلازما اللي بيوصل الكليه او الكليتين في الدقيقه كان 625، فاكر كنا قلنا ان احنا الكليه بيوصلها 20 ل 25% من الكاردياك اوتبوت، ده بلاد مش عم نتعامل مع البلازما، فمنهم بلازما قد ايه؟ 625. معنى هذا الكلام ان من ال 625 سنتي بلازما اللي بيدخلوا الجلوميرولس بيفلتر منهم 125، يبقى بيفلتر منهم الخمس يعني 20%، ده يسموه الفلتريشن فراكشن. يبقى عندي هنا سؤالين مهمين جدا لسه بعرفهم، الفلتريشن قد ايه؟ 125 مللتر بير مينيت، تحفظوا صم الرقم ده. ده يمثل قد ايه من البلازما اللي وصلت اللي هو الفلتريشن فراكشن؟ 125 من 625 يمثل الخمس 20%.
قياس الجلوميرولر فلتريشن ريت، ان عاوز اعلمكم طب صح يا اولاد، ده من اهم اختبارات وظائف الكلى، ان الكليه تعمل فلتريشن ل 125. اللي بيحصل باي ايجينج، لما بنكبر بيقل الجلوميرولر فلتريشن ريت، وبالتالي لما الكليه بتعمل فلتريشن قليل، بنعرف ازاي ان الكليه ابتدت تعمل فلتريشن قليل؟ ان البلازما كرياتينين مفروض يزيد، ادام الجلوميرولر فلتريشن ريت قل، مفروض البلازما كرياتينين اللي هو ده موست سنسيف برضو، احد وظائف الكليه الحساسه جدا، لو عيان معوش غير فلوس محدوده قول له اسلي البلازما كرياتينين في الدم، واقول لك الرقم ما تنساهوش، ما يصحش تزيد عن 1 ملي جرام بيرسنت. مفروض باي ايجينج نقص الجلوميرولر فلتريشن ريت هيؤدي الى زياده البلازما كرياتينين. بشوف المعادله الجميله بقى، باي ايجينج بيحصل حاجه تاني، ان المسلز بتهن بتضعف اللي هي بتطلع الكرياتينين، يبقى نقص الجلوميرولر فلتريشن ريت مفروض يزود الكرياتينين لانه ما بيحصلوش سكريشن او اكسكريشن اسف، ومن ناحيه تانية انتاج الكرياتينين بسبب ان المسل ماس المسل وهنت وضعفت قل، يبقى الانتاج قليل والاكسكريشن قليل، الاثنين يعادلوا بعض، فالكرياتينين بيقعد في الدم نسبته سليمه. وليس هذا معناه، وليس هذا معناه، وده اللي عاوز اقوله لك، عدم تاثر الكليه باي ايجينج. الكليه بتتاثر باي ايجينج، بس حاجه صلحت حاجه، انه الجلوميرولر فلتريشن ريت قل، فمن ناحيه لازم يزيد الكرياتينين ما حصلوش اكسكريشن، ومن الناحيه الثانيه المسل وهنت لم تعد تنتج الكرياتينين، فالكرياتينين بيقعد ثابت. ويبقى اتعلمت حاجتين مهمين، دول من اهم اختبارات وظائف الكلى، ان الكرياتينين واحد ملي جرام بيرسنت اقل، لازم يبقى اقل من واحد، اكتر من واحد يبقى في خلل في الكليه، وان الجي اف ار 125. يبقى خلصنا يا اولاد نقطتين لحد دلوقتي، الكومبوزيشن بتاع الجلوميرولر فلتريشن ريت، بلازما ماينس كولويدز ونقص بي بروتين، والفوليوم تحفظوا صم، شوف بقوله الخامس مره، 125 مليتر بير مينيت. طب الفلتريشن فراكشن اللي هو نسبه الفلترت من البلازما اللي وصلت، الافكتيف ريال بلازما فلو اللي هي 625، الخمس 20%. النقطه الثالثه برضو، ده كله ام اس كيو، جلوميرولر ممبرين. هنتكلم عن الجلوميرولر ممبرين ده في النقاط الاتيه، معمول لمراحب من كام لاير؟ 3 لايرز. انا اتصور يا اولاد ان لازم على الاقل اعرف 2 لايرز. ليه؟ لان البلازما هتفلتر من الجلوميرولر كابيلاري للباومانز كابسول، يبقى هتعدي الكابيلاري اندوثيليوم وهتعدي ما بين الباومانز كابسول ابيثيليوم، يبقى دي 2 لاير، كابيلاري اندوثيليوم بتاعت الجلوميرولس والباومانز كابسول ابيثيليوم. الكابيلاري اندوثيليوم في بورز هولز بتبقى من 79 ل 90 نانومتر، ما تحفظش الارقام الكام الفارق ده. اما الباومانز كابسول ابيثيليوم فدي فيها حاجه اسمها بودوسايتس سودوبوديا، يعني عاوز اشبهها لك كده، انه الباومانز كابسول ابيثيليوم عامله بالمنظر ده زي الاقدام، ففي ما بينها سليت بورز زي السليت كده، يبقى الجلوميرولر اندوثيليوم مثقب والباومانز كابسول ابيثيليوم مثقبه، هي عامله زي الاقدام الكاذبه سودوبوديا، يسموها بودو بودو يعني قدم بودوسايتس، يعني خلايا قدميه في ما بينها سليت بورز. في بقى لير ثالثه هي الاهم يا اولاد، ان في ما بينهم اللي هو نمره بي بيزمنت ممبرين اهو، ده ما فيهوش بورز، بس ده اهم واحد فيهم، ده فيه نيجاتيف تشارجز. ايه اهميتها؟ ان البلازما بروتينز لولا هذا البيز ممبرين اللي هو نيجاتيف تشارجد، البلازما بروتين هي كمان نيجاتيف، فبيعمل لها ريبالشن، بيمنع الفلتريشن اوف بلازما بروتينز. دي يا اولاد من نعم الله التي لا تحصى. كان عندي صديق رحمه الله جاله مالتيبل مايلوما، نوع من انواع الكانسر في البلازما سيلز، من ضمن خصائص المرض تصور من نعم اللي فقدها، نعم عمرك ما سمعت عنها، ان في بيز ممبرين في نيجاتيف تشارجز، البيز ممبرين فقد النيجاتيف تشارجز،
الشخص اللي عنده مالتيبل مايلوما اللي هي تيومر في البلازما سيلز اللي بتنتج الانتي بوديز بيفقد نيجاتيف تشارج وعليه يفقد البلازما بروتينز في البول، يبقى عنده نقص في بروتينات الدم، يبقى مش قادر يحتفظ بالميه جوه البلاد فيسلز، فالميه بتخرج، مفيش بلازما بروتينز تمسكها بالاسموليتي تخرج بره تملا اللنج ميه، وتوفاه الله من بالمونري إديما. دي من نعم الله التي لا تحصى. بحكي القصه ليه؟ عشان ما تنساش. انا لو طالب مش مذاكر ابقى متخيل ان في تو لايرز، ان الجلوميرولر الميه اللي فيه بتفلتر من الجلوميرولر كابيلاري بتدخل في الباومانز كابسول، يبقى على الاقل اقول تو لايرز كابيلاري اندوثيليوم، ودي في ما بينها بورز. بص ما تعقدش الامور، 90 نانومتر. اما باومانز كابسول ابيثيليوم شكلها زي الاقدام، بودوسايتس يعني خلايا قدميه، في ما بين القدمين هيبقى في سليت بور، سليت كده زي الشرخ كده، ده 25 نانومتر. الاهم هو اللير الثالثه بقى اللي حكيت لك عنها القصه، دول ما يمنعوش خروج البلازما بروتين. اللي بيمنع البلازما بروتين هو البيزمنت ممبرين اللي هو نيجاتيفلي تشارجد، هو ده البارير اجينست فقدان البلازما بروتين. وحكيت لك قصة صديقي اللي جاله مالتيبل مايلوما اللي هو نفس المرض اللي جه لرحمه الله احمد زويل العالم الكبير بتاعنا، العام بيفقد النيجاتيف تشارج. تصور فقدان النيجاتيف تشارج دي تنتهي بكارثة بوفاة، يبقى تفقد البلازما بروتين، يبقى الاوزمولاليتي بتاعت البلازما قلت جدا، يبقى المايه تخرج تملى الرئة بميه، بالمونر اديما وديث. تاني نقطة في الجلوميرولر ممبرين، في خلية مهمة كنا اتكلمنا عليها قبل كده اسمها ميزانجيال سيلز، دي خلايا نجمية موجودة ما بين الاندوثيليوم والبيس ممبرين، عشان كده سموها ميزانجيال، يعني ميزو يعني في النص، عند البايفوركيشن اخي، يبقى بتبقى موجودة ما بين الاندوثيليوم والبيس ممبرين عند البايفوركيشن اوف كابيلاري. لما بتنقبض، لما يحصل لها كونتراكشن، ايه اللي بيحصل؟ اهي بدل ما كانت مستعرضة كده بقت مستطيلة، ف يعني قللت السيرفس اريا بتاع الكابيلاري. ليه؟ تعال نفكر فيها. ما لما ترفع الكابيلاري هو إلاستيك، احنا بنقول أقصر نقطة بين نقطتين اللي هو الخط المستقيم، إنما في الوضع ده الخط المسافة دي أكبر، فوهي ريلاكسد ده بيزود السيرفس إيريا بتاع جلوميرولر ممبرين، إنما وهي كونتراكتد بيحصل إيه؟ بتريديوس الفلترت إيريا، يعني وهي مستعرضة هي معشكية ربنا حطها عند البايفوركيشن، بيبقى البايفوركيشن محترم كده، المسافة كبيرة، الاريا كبيرة، لما تنقبض بترفع دي شوية وهو بيلم نفسه بالإلاستيستي، يبقى يقلل الفلترت اريا. الميزانجيال سيلز دي فيها حاجة تاني لازم تعرفها مهمة، ان لو في مرض في انتي بوديز زي الاوتو اميون ديزيزيز، الانتي بوديز دي بتتجمع فين؟ بتتجمع على الميزانجيال سيلز دي، وبالتالي تؤدي الى بوظان الجلوميرولس، يبقى تيكس اب الاميون كومبلكس اللي هو ناتج من انشن انتي بودي رياكشن، وتؤدي الى جلوميرولر ديزيز. النقطه الثالثه سيرفس اريا، او اسف الثانيه سيرفس اريا، اتكلمنا على اللايرز والميزانجيال سيلز. مسطح الجلوميرولر ممبرين قد ايه؟ 8 من 10 متر مربع، 0.8 سكوير متر. شوف بقى مقارنة باللنج كانت 80 متر ملعب تنس، عارف ليه؟ التانية كانت بتتعامل مع غازات فعاوزين اريا رهيبة، انما هنا مع مية، ده لو الاريا رهيبة كده نتصفف في دورة واحدة، ده موية واحدة، انما هنا مش 80، 8 من 10 متر مربع. طب نيجي النقطة التالتة، البرميابيليتي بتاعت الجلوميرولر ممبرين 50 مرة قد البرميابيليتي بتاعت السكيليتال ماسل كابيلاري. برضه اذكرك عشان يبقى الكلام ليه معنى، احنا حسب البرميابيلتي الكابيلاريز ثلاث انواع، الكابيلاري اللي عندها الهايست برميابيلتي في الجسم هي الليفر كابيلاريز، وشرحتها لكم ليه؟ عشان الليفر بتاخد الاكل مش ميتابولايز وتطلعه تاني ميتابولايز، يعني هي المطبخ بتاع الجسم، ففيها اكبر اكشينج، الاكل يدخلها مش ميتابولايز يطلع ميتابولايز، فدي اللي عندها الهايست برميابيلتي. السكيليتال ماسل اللي بتعتمد على الجلوكوز اساسا في غذائها والفاتي اسيد، دول ما بيعدوش من خلال بورز، فدي عندها الليست برميابيليتي.
الكيدني والانتستين ان بتوين عندهم مودريت بيرميابيليتي. يعني انا كنت احب انكم تعرفوا ان الكيدني والانتستين مودريت بيرميابيليتي اللي هي 50 مره قد سكيتال ماس، بس مش الهايست بيرميابيليتي. الكابيلا بتاعت الكيدني عندها الهايست بريشر but not the highest permeability. ده سؤال MSQ. Highest pressure 60 مليمتر مركوري but not the highest permeability. Moderate permeability. طب مرور المواد من خلاله هيعتمد على شيئين، على size of molecules وعلى charges في المولكيل. size of molecule احفظ الارقام دي كويس قوي، ما بين رقم 4 و 8 نانومتر. اي موليكل تحت 4 نانومتر هيبقى ريدلي فلترد. يعني ايه؟ يعني تركيزه، برضو مش عاوز التعبيرات الانشائيه، تركيزه في الفلترت هو نفسه تركيزه في البلازما. بقول لك حاجه، معظم الحاجات في البلازما ما عدا الكولويدز، ما عدا الكولويدز الموليكولار ويت بتاعها تحت 4 نانومتر او السايز بتاعها، فكلها بتبقى موجوده في الفلتر بنفس التركيز اللي موجودة فيه في البلازما. طب فوق 8 نانومتر بيبقى فيه صعوبة في انها تعدي، more difficulty، وبالتالي not filtered at all، ده زي الكولويدز. طب ما بين 4 و 8 in between بتفلتر with increased difficulty. يعني تاني، اي حاجة 4 فيما هو اقل تبقى easily filtered. انا ما بحبش الانش، يعني easily filtered يعني ريدلي فلتر. يعني ايه ريدلي فلتر؟ يعني تركيزها في الفلتر، الجمله واضحه اهو، ثاقبه، هو نفس تركيزها في البلازما. فوق 8 بتبقى نوت فلترد، يعني ايه؟ يعني ما بتخرجش خالص. وبعدين ان بتوين 4 و 8 يبقى صعوبه متوسطه، بتفلتر ويت انكريز ديفيكولتي. كل ما تزيد على 4 وتقرب ل 8 الديفيكولتي تزيد. تاني حاجه قلناها مهمه جدا وبعدها تاني، التشارجز بتاعت المولكيل. قلت مين اللي بيمنع البلازما بروتين انها تعدي؟ مش الجلوميرولار اندوثيليوم لان فيها بورز 90 نانومتر، مش الباومانز كابسول ابيثيليوم اللي هو البودوسايتس الخلايا القدميه لان فيها سليت بورز 25 نانومتر، البيز ممبرين اللي فيه نيجاتيف تشارجز فقدانها يؤدي انها تفقد البلازما بروتين، ينهار الاوزمولاليتي اوف بلاد، الميه تسيب البلاد تدخل تملى الكليه، تملى اللانجز، تنتهي بفيتال بلمونري إديما. بسبب هذه النيجاتيف تشارجز اونلي، مش 1% 0.2% من الالبيومين از فلتر. لوس اوف ذيس نيجاتيف تشارجز اوف بيس ممبرين هتؤدي الى البيومينوريا. يبقى تاني يا اولاد، يبقى ما عشقت مثل عشق النظام. الجلوميرولس 6 نقط، اول 3 ام اس كيو، التلاتة اللي بعديهم نظري، نقولهم تاني، أو التلاتة في عجالة. الكومبوزيشن بلازما ماينس الكولويدز. النقطة التانية الفوليوم 125 مليلتر في المينت للمرة السادسة، لأهمية الرقم هتحفظه معايا دلوقتي. وهذا يمثل خمس الرينال بلاد فلو. إذا الفلتريشن فراكشن 125 من 625 يعني 20% عن الخمس. النقطة التالتة الجلوميرولار ممبرين 3 لايرز. انا متوقع 2 جلوميرولار اندوثيليوم وفيها بورز، باومانز كابسول ابيثيليوم اللي هي بودوسايتس زي الاقدام، ما بين الاقدام ما فيش بورز بقى، في شق سليت بور 25 نانومتر، وفي سيلز ثالثه اسمها ميزانجل سيلز بتغير الاريا بتاعت الجلوميرولار ممبرين لانها موجوده عند البايفوركيشن اوف كابيلاري. طب ليه سموها ميزانجل؟ عشان ما بين البيز ممبرين اوف كابيلاري وما بين الاندوثيليوم، يبقى في النص. لما تنقبض تقلل السيرفس اريا زي الرسمه واضحه، لما تنبسط الاريا تزيد. وبعدين السيرفس اريا قلناها 0.8 متر سكوير متر، واتكلمنا على البيرميابيلتي انها مودريت بيرميابيلتي، والبيرميابيلتي بتعتمد على السايز والمونيكل، وحفظنا الرقمين مع بعض، مش عاوز اعيد كتير عشان استغل البث. 4 ل 8 تحت 4 ريدلي فلتر، تركيز في الفلتر هو في البلازما. فوق 8 نوت فلتر، ما بين 4 ل 8 فلتر ويز انكريز ديفيكال. والاهم منها التشارجز بتاعت البيز ممبرين اللير الثالث اللي قلنا هو بيمنع مرور البلازما بروتينز. ندخل في المهم بقى يا اولاد، عاوزين
نقطة رابعة نقيس الجلومير فلتيشن ريت. الأول عاوزك تفهم منين جت الصعوبة. يعني لما أقول لك أنا عاوز أقيس الجلومير فلتيشن ريت، يبقى أنا عاوز أقيس الجلومير فلتيشن ريت بتاع 2.6 مليون نفرون، لأن كل كلية فيها 1.3 مليون. فالوهلة الأولى يبدو الموضوع مستحيل، لكن العالم يفكر. بنقيس الجلوميرال فلتريشن ريت بمادة اسمها الإنيولين، إنيولين كليرنس، حاجة اسمها إنيولين كليرنس. ما هذا الإنيولين؟ هذا الإنيولين سكر فركتوز، الموليكولار ويت بتاعه 5200. طيب بماذا يتميز؟ ألاقي في المحاضرات يروح رصص لك المزايا طارع وفات تلخبط، هما في مستين هما الفيصل والباقي بسميه كلام شحاتين. الميزة الأولى إن السابستنس دي أهي، السابستنس دي neither reabsorbed nor secreted، يعني لا يحصل لها reabsorption من اليومن ولا حاجة من البلاد يحصل لها secretion، neither reabsorbed nor secreted. ليه؟ أقولها حتى بطريقة ساخرة. أنت الإنيولين ده سكر فركتوز، عمرك سمعت عنه؟ سمعتش عنه، سمعت عن الجلوكوز ولا التيوبلر سيل سمعت عنه، فما عندهاش ميكانيزم ياخدها من اليومن للبلاد يعملها reabsorption، ولا ياخد اللي في البلاد يحطه في اليومن يعمله secretion. It's neither reabsorbed nor secreted. اي ماده يا اولاد neither reabsorbed nor secreted يبقى معناها ايه؟ نفكر بذكاء، يبقى اللي هيدخل اليومن لا هيتاخد منه ولا يتحط عليه، امال ايه اللي هيحصل؟ هينزل زي ما هو كده في اليورين. يبقى اي ماده neither reabsorbed nor secreted ده معناها ان الكميه فلترت، مش هنيجي جنبها هناخد منها، مفيش absorption ولا هنحط عليها secretion. الكميه الاماونت فلترد ايكوالز الاماونت اكسكيتد، اهو دي الميزه الفيصل يا اولاد. ما اقدرش اقول ان الاماونت فلترد ايكوالز الاماونت اكسكيتد الا اذا كانت الماده نايذر ابزوربد نور سيكريتد، وعليه اقدر احط المعادله الفاصله الرائعه. اي اماونت تساوي ايه يا اولاد؟ تساوي حجم التركيز، وبرضه قلتها لكم في محاضرات السنه الاولى وعارف الناس بتنسى فعيدها تاني ولمره اخيره. دلوقتي اهو يعني نكلم دي حقنه يا اولاد، مش العلبه دي فيها فيل، دي حقنه حجمها 10 سنتي، حلو ده الفوليوم. تركيز العقار في السنتي 1 ملي جرام، يبقى العند هياخد كام ملي جرام؟ احسب الاماونت، الفوليوم 10 كل سنتي في 1 ملي جرام، يبقى الاماونت بتاع العقار اللي هياخدها العين قد ايه؟ هنضرب الفوليوم 10 في التركيز 1 تطلع خد 10 ملي جرام. يبقى عيب قوي يا اولاد، الاماونت طول عمرها تساوي الفوليوم في الكونسنتريشن. مش عاوزك تحفظ، عاوزك تقتنع بكل كلمه بيقولها لك العبد الله وتعلمها للحياه مش لهنا. الاماونت فوليوم في كونسنتريشن، فيبقى الاماونت فلتر تساوي ايه؟ الفوليوم فلتر اللي هو الجلومير فلتريشن ريت اللي بدور عليه بقى اهو، في التركيز في الفلترت اللي هو اف الكونسنتريشن ان فلتر، دي تساوي الاماونت اكسكريتد اللي هي ايه؟ الفوليوم اوف يورين في التركيز في اليورين اللي هو يو. يبقى الفوليوم اوف يورين في التركيز في اليورين. بس خد بالك كل الكلام ده محسوب بر ايه؟ بر مينيت. يعني انا عاوز الفوليوم اوف يورين بير مينيت، فمش عاوز عبط. ازاي بنجيب الفوليوم اوف يورين بير مينيت في التجربه دي؟ معلش بس احب اقولها لك، مفيش حاجه اسمها نجمع اليورين في دقيقه. العبط ده لو قلته تبقى تضحك علينا الناس لما تشتغل بره. بندي العيان كده جيركل يجمع البول في 24 ساعه، وبعدين نقسم الكميه اللي جمعها في 24 ساعه ل 24، يبقى ده بتاع الساعه، نقسم على 60 يبقى ده بتاع الدقيقه، لان احنا الجي اف ار بنحسبه في الدقيقه، الحسبه كلها في الدقيقه. فيبقى هنا الفوليوم اوف يورين في الدقيقة، لازم تجمع 24 ساعة تقسم 24 على 60 يطلع بتاع الدقيقة.
ما كانش المفروض اقولها، بس عشان انا بعلم طب مش بقول معلومات والسلام. يبقى عشان اجيب الجلوميرولر فلتريشن ريت اللي هي المجهول يساوي ايه من المعادله دي، الفوليوم اوف يورين في الدقيقه بير مينيت في تركيز الانيوم في اليورين يو على تركيزه في الفلترت اللي هو اف. طالب زكي قال لي هنا في رقمين حلوين خالص، الفوليوم اوف يورين في الدقيقه، انت قلت لنا ازاي نجيب، نجمع اليو البول في 24 ساعه نقسم على 24 يبقى ده بتاع الساعه، على 60 يبقى ده بتاع الدقيقه، والتركيز في البول خد عينه من الجيركل وشوف تركيز الانيوم قد ايه. بس ازاي هجيب الكونسنتريشن في الفلترت؟ يبقى لازم اخد عينه من الفلترت، ودي تبدو مستحيله. ازاي ادخل جوه الباومانس كبسول واجيب عينه من الفلترت؟ العالم يفكر. ان قلنا يا اولاد ان هذا الانيولين الموليكولار سايز بتاعه تحت 4، يعني ايه؟ سيبك من موليكولار ويت، موليكولار ويت 5200 دي توه الطالب، السايز تحت 4 نانومتر. يبقى ريدلي فلتر، يعني ايه؟ يعني تركيزه في الفلترت هو نفسه في البلازما. يبقى اتحلت، اخد عين البلازما واشوف تركيز الانيولين فيها، يبقى هو ده نفسه تركيزه في الفلتر. يبقى ثلاث معلومات بتعريفه وصلونا المعلومه بمليون جنيه اللي هو الجي اف ار. الجي اف ار تحفظ المعادله دي صم يساوي الفوليوم اوف يورين في الدقيقه في التركيز في اليورين يو على التركيز في الفلترت اللي هو نفسه التركيز في البلازما. عشان كده قلت لكم يا اولاد ان اهم مستين للانيولين، سيبك من الليسته، اول حاجه انه لا انت تعرف الانيولين اللي هو سكر فركتوز، ولا الكليه تعرف الانيولين، لا عندها ميكانيزم يعمل له ري ابزوربشن ولا عندها ميكانيزم يعمل له سكريشن. اتس نايذر ري ابزوربد نور سكريت. فده معناه الكميه اللي هتفلترت زي ما هي لا هناخد منها ولا نحط عليها، تنزل زي ما هي في البول. يبقى اقدر احط الاستيتمنت العالميه الاماونت فلترد ايكوالز الاماونت اكسكريتد، ما اقدرش اقولها غير اذا كانت الماده نايذر ري ابزوربد نور سكريتد. طب اي اماونت تساوي ايه؟ بتاع الطفل علمتها لكم طول عمره، الاماونت طول عمره الاماونت تساوي الفوليوم اللي بدور عليه، الجلوميرولر فلتريشن ريت الفوليوم فلترت في الدقيقه في التركيز في الفلترت اللي هو اف، والاماونت اكسكريتد حجم اليورين في الدقيقه بير مينيت في التركيز في اليورين اللي هو يو. اذا الجي اف ار تساوي ايه؟ في في يو على اف. طب في مشكله ثانيه لا محلوله، لان الانيولين احنا ثاني سبب ليه اخترناه ان هو ريدلي فلترت، هم حاططهم لك بالعلامات الكبيرة، يعني تحت 4 نانومتر، يعني التركيز في الفلترت هو نفسه التركيز في البلازما. فسهل اخد عينة من البلازما وعينة من البول، حاجات متاحة، وحجم البول في الدقيقة عملناها. العالم يفكر، فوصل العالم لحد إشكالية رهيبة وهو الجلوميرولر فلتريشن ريت. نيجي بقى كلام الشحاتين اللي نلاقي الناس تقعد تركز فيه في المحاضرات وتتوه الطالب. هل لازم في مزايا تانية للإنيولين؟ في 4 مزايا تانية، شوف ما قلتهمش خالص وأنا بحكي القصة. قلت اهم مستين ان لازم الانيولين اخترناه لانه نوت ميتابولايز، لانه لو ميتابولايز بالكيدني مش هنلاقيه اساس، هتدور على تركيز ايه وهو استخدم. وبنفس المنطق نوت ستورد ان كيدني، يعني الكيدني لا بتعمل له ستورج ولا بتعمل له ميتابوليزم، غيرش تركيزه. ولا طبعا طبعا بيأفكت الجلوميرولر فلتريشن ريت، انت عاوز تقيس الجلوميرولر فلتريشن ريت تجيب ماده بتغيره، يبقى انت بتقيس حاجه متغيره، يبقى مش هي الطبيعي. يبقى نوت ده كلام شحاتين، not metabolized not stored in the kidney does not affect GFR. وطبعا احنا قلنا هنحسب تركيزه في البلازما وتركيزه في اليورين اللي هو البي واليو، يبقى لازم حساب التركيز يبقى easily measured، الكونسنتريشن easily measured in plasma and urine. دول كلام مش هو المهم، انما من الاول ليه اخترنا الانيولين؟ في مستين هما الاهم واربعه هما الاقل اهميه. أنا مش بس بعشق النظام والترتيب، الأهم فالأقل، إن الإنيول الجملة الفيصل نايذر ري أبزوربد نور سكريتد. فيبقى الأماونت فلتر تساوي الأماونت إكسكريتد. فيبقى الجلوميرولر فلتريشن ريت في التركيز في الفلتر اللي هو في البلازما بي يساوي يو في بي. إذا يساوي يو في يو في إف آسف. الفوليوم يورين في التركيز في اليورين. يبقى أهي، يبقى الجي إف آر تساوي في التركيز في البلازما يساوي
في فيو. اذا جي اف ار احفظها صم تساوي في فيو على بي، تبقى احفظها صم في فيو على بي. وتاني ميزه ان هو ايه اللي خلى التركيز في البلازما هو نفسه في الفلتر نوريدي فلتر. ثم اربع مزايا بتاعت كلام شحاتين، ثلاثه نوت ميتابولايزد نوت ستورد نوت افكتنج ذا فلتريشن ريت. وبعدين التركيز في البلازما وفي اليورين ايزلي ميجرد. طيب للاوائل، هل فعلا لما بيقيسوا جي اف ار، وانا قلت ده واحد من اهم اختبارات وظائف الكلى لان اهم وظيفه للكلى هي الفلتريشن، هل فعلا بيستخدموا الايجن؟ لا طبعا. ليه؟ ما انت قلت حاجه جميله اهو، لان الانيولين ده انا قلت هل جسمك فيه انيولين؟ قلت لك لا، لا انت تعرف الانيولين ولا الكلى تعرف الانيولين. يبقى عشان اعمل التجربه دي يا اولاد يبقى لازم اعمل تركيز الانيولين في الدم، يعني اعلق لك محلول في دراعك فيه انيولين عشان اعمل له تركيز في الدم واتفرج الكلى هتخلص منه ازاي. طب هو حضرتك وظائف الكلى دي بتعملها لواحد طبيعي ولا واحد مريض؟ طبعا واحد مريض كليته تعبانه، مش معقول اجيب واحد بكليته سليمه واعمل له وظائف كليه، اعملها ليه اساس؟ هو كليته سليم، واحد كليته تعبانه. يعني حضرتك عاوز واحد كليته تعبانه اوريدي مش عارفه تخلص من اللي جوه الدم، تحط الكليه دي ماده جديده في الدم وتقول لها وريني بقى ازاي تخلصي منها عشان نحسب الجلوكوز في التشريط؟ غلط. هتقولها ازاي الجمله دي بقى علميا؟ ان عيب الانيولين يا اولاد ان هو اكساجينس من بره. يعني ايه؟ يعني وي اد اكسترا وورك، بنحط مجهود زياده، وي اد اكسترا وورك تو ان اوريدي ديزيز كيدني. ادي ليه برغم ان الانيون ده موست تيبيكال سبستانس في قياس جي اف ار لا يستخدم لانه مش موجود في الجسم، فهتحطه من بره يبقى بتضيف عبء جديد على كليه اوريدي تعبانه. العالم يفكر، فبدل ما بيقيسوا بالانيولين كليرانس بقى يقيسوا بحاجه اسمها كرياتينين كليرانس، ماده اسمها كرياتينين. بس خد بالك الكرياتينين دي فيها عيب. ايه هو العيب؟ ان الجسم عارفها، ما دي بتطلع من المصل وبيحاول يتخلص منها. يعني يبقى ايه؟ الجسم عارفها وبيحاول يتخلص منها، يعني بيعمل لها سكريشن، فده طبعا بيخلي التركيز في البول يزيد لان اللي نازل في البول هو اللي فلتر مضاف اليه اللي اتنقل من الدم لليورين اللي هو سكريتد. فيبقى في حاله الكرياتينين الماده ما هياش نايزر يابزورب نورسكيتد، دي بارشال سكريتد، فده بيزود الكونسنتريشن ان يورين. شوف الحته الجامده بقى الجميله اللي حصلت، حصل خطأ ثاني صلح الخطأ الأول. طب عاوز أقيس تركيز الكرياتينين في البلازما. قياس تركيز الكرياتينين في البلازما ما عندناش حاجة تقيس تركيز الكرياتينين في البلازما سبيسيفيكالي. في بنقيسها بس اللي بيحصل إن إحنا بنقيس معاها نون سبيسيفيك كروموجين، يعني مواد تانية، يعني ما عنديش طريقة تقيس الكرياتين لوحده في البلازما، بتقيس الكرياتين ومعاه الكروموجين اللي هو مواد أخرى، فده طبعًا هيخلي التركيز بتاعها في البلازما يبان عالي. يبقى الخطأ الأولاني على التركيز في اليورين، الخطأ التاني على التركيز في البلازما، دي عليت ودي عليت، يبقى لما البسط والمقام الاتنين يزيدوا المعادلة تقعد ثابتة. خطأ اصلح من خطا. يبقى اما يسالك الموست تيبيكال في قياس الجي اف ار هو مين؟ انيولين كليرانس. طب ايه عيبه؟ انه اكسوجينس. اشرح لي يعني ايه اكسوجينس؟ يعني يو اد اكسترا وورك تو ان اوريدي ديزيز كيدني. طب والحل؟ هات ماده اندوجينس اوريدي الكليه ملزمه انها تتخلص منها، اللي هي مين؟ كرياتينين. بس هل الكرياتينين ده زي الانيولين نايدر يابزورب نورسكيتد؟ لا طبعا، الجسم عاوز يخلص منها فبيعمل لها بارشال سكريشن، فيبقى اللي نازل في البول مش بس اللي فلتر والشويه اللي اضافه من البلاد على الفلتر اللي هو سكريشن، فده يزود اليوب. بس قياس تركيز الكرياتينين في البلازما
نون سبيسيفيك ما بيقيسش الكرياتين بس وبيقيس معاها الكروموجين. يبقى فهيطلع التركيز في البلازما عالي، يبقى اللي فوق عالي واللي تحت عالي، اتصلحت المعادله. خطا اصلح من خطا اخر. ده واحد من اهم الاسئله يا اولاد، ميجرمنت اوف جي اف ار. ليه الكلام ده بقوله للزملاء مش ليكم؟ لان من اهم اختبارات وظائف الكلى هي قياس الجي اف ار. فده سؤال نظري مهم. نيجي النقطه الخامسه، الفورسز افكتنج جي اف ار. سؤال نظري، ايه العوامل الفورسز اللي بتاثر في الفلتريشن؟ فانا بقول يا اولاد ان الجلوميرولر ده كابيلاري، تمام؟ يبقى ليه ندرس موضوع جديد نطبق عليه اتعلمناه في السيركوليشن في الكابيلاري؟ اللي ما سمعنيش في الكابيلاري في السيركوليشن هقول كيف احدث الفلتريشن في الكابيلاري بطريقه، في عجاله كده، بطريقه سهله. في اي كابيلاري في جسمك، في اي كابيلاري، والجلوميرولر كابيلاري كابيلاري، يوجد اربع قوى تتحكم في الفلتريشن. يمكن تقسمهم بطريقتين، تو فلترينج وتو اوبوزينج. اتنين يعملوا فلتريشن واتنين يعملوا ري ابزوربشن اوبوزينج. في تقسيمه ثانيه، اتنين منهم هيدروستاتيك بريشر واتنين منهم اوزموتيك بريشر. خلصت. يبقى اتنين فلترينج واتنين اوبوزينج، ولا تبقى بتكتب غلط. اتنين هيدروستاتيك بريشر واتنين كولويدال اوزموتيك بريشر. خلاص، كولويدال اوزموتيك بريشر مش اي اوزموتيك بريشر. تعال بقى نطبق الكلام ده. الجلوميرولس هو لون احمر في الدم، قلنا في اعلى كابيلاري بلاد بريشر، فالهيدروستاتيك بريشر في الجلوميرولر كابيلاري 60 مليمتر مركر. دي اهم فلترينج فورس. خلاص، يبقى دي فلترينج. طيب تركيز البلازما بروتين جوه الجلوميرولس اللي هو الاوزموتيك بريشر اوف جلوميرولر كابيلاري، كولويدال اوزموتيك بريشر بروتين هنا 32. واحد قال لي مش احنا كنا خدناها في البلاد 29؟ هي ليه يعني التركيز البلازما بروتين زايد في الجلوميرولس؟ ممكن تجاوبها انت. هو من اكتر الجلوميرولاي اللي بيحصل فيها من اكتر الكابيلاري اللي بيحصل فيها فلتريشن هي مين؟ قال لي الجلوميرولس. طب خلاص، لما يحصل فلتريشن جامد البلازما بروتين تتركز اكتر، فعشان كده الجلوميرولر كولويدال اوزموتيك بريشر بتاع البلازما بروتين اعلى من اي حته تاني 32. قوتين بقى ناخدهم في الباومنز كابسول بر، في قوتين جوه قوتين بر. لو في بروتين في البلازما في الباومنز كابسول هنا، لو في كانت هتشد الميه، يبقى الاوزموتيك بريشر اوف باومنز كابسول. بس احنا قلنا نورمالي بسبب البيزمنت ممبرين اللي فيه نيجاتيف تشارجز مفيش حاجه تسكر بترشح تترشح، يبقى القوه دي صفر. طيب الهيدروستاتيك بريشر في الباومنز كابسول، الضغط في الباومنز كابسول تفتكر هيساعد الفلتريشن ام يعوقه؟ يعني الميه عاوز تطلع من الجلوميرولس تروح الباومنز كابسول، لو في بريشر باومنز كابسول ده طبعا هيعوق، فالهيدروستاتيك بريشر في الباومنز كابسول 18. يبقى مين الفلترنج فورسز؟ تعال نقولهم. اللي عاوز يخرج الميه، الضغط جوه الكابيلاري، الهيدروستاتيك بريشر في الجلوميرولر كابيلاري ده اعلى ضغط 60. وكان مفروض لو في بروتينات في الباومنز كابسول كانت هتشد الميه، بس ما فيش بروتينات في الباومنز كابسول، فالقوه دي صفر. يبقى الفلترنج فورسز 60 زائد 0 تساوي 60. طب والاوبوزنج فورسز؟ الاوزموتيك بريشر بتاعت البلازما بروتين في الجلوميرولر كابسول او كابيلاريز 32، وقلنا ليه اعلى؟ عشان بيحصل فلتريشن كتير. وضغط الميه في الباومنز كابسول هيدروستاتيك بريشر الباومنز كابسول 18. حتى لطيف الاعداد صحيحه. يبقى هنا 32 زائد 18 يساوي 50. يبقى الفلترنج فورسز 60 زائد 0 يساوي 60، الاوبوزنج فورسز 18 زائد 32 يساوي 50، يبقى النت فورس 10. حلو قوي. يبقى اولاد حتى الحفظ سهل بالارقام دي. ليه؟
لان انت في الاخر لو طلع لك في التو فيلتنج فورسز او الاوبوزنج فورس او نت فورس رقم مش سليم على بعضه كده اعرف ده بتكتب غلط. يبقى الفيلترنج تيجي نحفظه مع بعض 60 و0 60 والاوبوزنج 18 و32 50 يبقى النت فورس 10. مين بقى اللي درس القصه دي؟ راجل بتاع ستارلينج لو فرانك ستارلينج عمل حاجه اسمها ستارلينج ايكويشن. فقال ايه بقى؟ 100% الجلومرولار فلتريشن ريت هيزيد كل ما يزيد النت فورس، يعني كل ما النت فلترنج فورس زادت الفلتريشن هيزيد. تمام، يبقى نكتب المعادله. يبقى الجلومرولار فلتريشن ريت بروبورشنال تو ذا نت فورس. النت فورس اللي جابوها ازاي يا اولاد؟ التو فلترنج 60 زائد 0 ب 60 ناقص التو اوبوزنج 18 و32 يبقى 50. يبقى الجلومرولار فلتريشن ريت بروبورشنال للتو فلترنج ناقص التو اوبوزنج، يعني للنت فورس اهي، للنت فلترنج بريشر. طب للاذكياء فقط، لو حبيت اشيل كلمه بروبورشنال واحط ايكوالز، في الرياضه التافهه اللي اتعلمناها واحنا اطفال، يبقى في كونستانت يسموه ايه الالمان؟ ما هو ستارلينج ده الماني، يسموه الكونستانت اوف فلتريشن. والان الالمان بيكتبوا الكونستانت بحرف الكي، فعشان كده بقت كي اف. يبقى ايه كي اف ده؟ الكونستانت اوف فلتريشن. وعلي الطالب ذكي، يبقى مين الفاكتورز اللي هتأفكت الجلومرولار فلتريشن ريت؟ مش بس الفورسز الاربعه، الاثنين فلتر والاثنين اوبوزنج، وكمان الكونستانت. طب تيجي نقولها بقى فزوره جميله، قول لي ايه حاجه كونستانت فورس، حاجه كونستانت تاثر في الفورس. 100% يا اولاد الجلومرولار ميمبرين اهو ده اوفر ييرز بيبقى كونستانت بس هياثر في الفلتريشن، الاريا بتاعته والثيكنس. يبقى الكونستانت سؤال شافه جميل بيعتمد على الجلومرولار ميمبرين، عشان كده انا خفيت الصوره من قصادك اللي هو الاريا والثيكنس. ولانه عمله راجل اسمه فرانك ستارلينج الماني فكتب constant of filtration، لو انجليش كنا كتبناها CF constant of filtration، انما لانه الماني بنكتبها KF. depends على glomerular membrane اللي هو الاريا والبرميابيلتي. يبقى تاني ده سؤال نظري مهم واسال في برضه، ايه الفورسز that affect glomerular filtration rate؟ انا ما درستهاش بطريقه جديده، حتى كاتب لك اهو بس مش عارف الوضوح بتاع الصوره قد ايه. the same forces زي اللي في اي capillaries، four forces نقسمهم اتنينات، قاعدة الاتنينات حفظتها لكم في السيركوليشن، اتنين فلترنج واتنين اوبوزنج، لازم اتنين هيدروستاتيك بريشر واتنين كولويدال اوزموتيك بريشر، ولازم يبقى فيه اتنين جوه اتنين بره. خلاص، في الفلترنج فورس واحدة هيدروستاتيك بريشر واحدة كولويدال، وبرضه في الاوبوزنج واحدة هيدروستاتيك وواحدة كولويدال. وسهلة، 60 زائد 0 احفظها معايا ب 60 ده الفلترنج، وبعدين يبقى رتب الاعداد 18 و32 دول اوبوزنج يبقى 50 يبقى النت فورس 10. يبقى 100% الجلومرولار فلتريشن ريت يتناسب مع النت فورس. طب تعرف تكتب معادله؟ التو فلترنج ناقص التو اوبوزنج. طب لو قلت تساوي يبقى في كونستانت، كونستانت اوف فلتريشن. الكونستانت فلتريشن ده يعتمد على ايه؟ تفكر ما تحفظش. ايه حاجه فزوره ما هياش فورس واوفر ييرز كونستانت و100% 100% تاثر في الفلتريشن؟ جلومير ميمبرين، البيرميابيلتي والاريا. النقطه السادسه والاخيره في الجلومرولس يا اولاد اللي هو فاكتورز افكتنج جلومرولار فلتريشن ريت، العوامل التي تؤثر في الجلومرولار فلتريشن ريت. انا فاكر حتى كان في زميل ليا بيحب يكتب الكدني، ويعني حتى قال لي انا يعني الفاكتورز كتيره قوي انت بتشرحها ازاي؟ قلت له يعني ليه ناخد حاجات جديده؟ 100% الاربعه فورسز والكونستنت فلتريشن بيأثروا في الفلتريشن، صح؟ يبقى دي خمسه فاكتور من الثمانيه، او اسف من هم سته فاكتورز. يعني ليه نبتدي بحاجات جديده؟ احنا اوريدي عندنا خمس عوامل اللي هم الاربعه فورسز والكونستانت اوف فلتريشن. طب
طيب نبتدي اول حاجه بالكونستنت اوف فلتريشن اللي هو بيعتمد على ايه يا اولاد؟ بيعتمد على الاريا اوف ذا ميمبرين وعلى البرميابيلتي. وتعالى هنا بقى اوريك الخطوره. يبقى امتى يقل الفلتريشن؟ لو الثيكنس زاد بتاع الميمبرين او لو الاريا قلت. اسمع دي بقى عشان تبقى متعلم طب صح دلوقتي بس والاول مره تفهم ليه مرض السكر يا اولاد بيأثر على الكليه، لانه بيأثر في اهم وظيفه وهي الجلومير فلتريشن ريت، لانه بيأثر في الكونستنت اوف فلتريشن. مرض السكر بيزود الثيكنس فيقلل البرميابيلتي ويقلل الاريا طب ليه الهايبرتنشن بيأثر على الكليه؟ ليه زياده الضغط بتبوظ الكليه ولازم نظبط الضغط؟ لانه برضه بيزود الثيكنس، حاجه واحده. يعني السكر اخطر، ثيكنس ويقلل اريا، الضغط يزود الثيكنس، بس من كتر الضغط الممبرين بيرياكت فبيبقى مور فايبرس مور ثيك، يقلل البرميابيلتي. فما ادراك بقى لو واحد قريبنا عنده ضغط وسكر يا اولاد، يبقى لازم يعالجهم كويس، لانهم بيبوظوا الكليه، اهم وظيفه في الكليه وهي الفلتريشن، بانهم بيلعبوا في الكونستنت اوف فلتريشن. فالانكنترول دايبيتس ميليتس يشتغل على الاثنين، يقلل البرميابيلتي يعني يزود الثيكنس والاريا، ده دايبيتس ميليتس، والهايبرتنشن يقلل البرميابيلتي بيزود الثيكنس. وطبعا لو عاوز تاخد الفول مارك في النقطه دي يبقى اشرح لنا الميزانجيال سيلز، بس ده فاكتور فيسيولوجي. الميزانجيال سيلز دي بتغير الاريا بتاعت، لانها موجوده ما بين حاجتين، عشان كده سموها ميزو، يعني في النص ما بين الكابيلاري اندوثيليوم والبيس ممبرين. لما تكونتراكت الاريا تقل، لما تريلاكس الاريا تزيد. وقلت عيبها ان دي بيتجمع عندها الانشن انتي بودي كومبلكس. اي مرض اوتو اميون ديزيز بيبقى عند الميزانجيال سيلز. سؤال ام اس كيو مهم. يبقى خلصنا فاكتور اهو. ناخد بقى الفورسز الثانيه. مين اهم فلترنج فورس يا اولاد؟ الهيدروستاتيك بريشر في الجلومير كابيلري اللي هو كنا قلنا ان هو 60. خلاص؟ تعال نشرحه. طب ده بيتاثر بثلاث عوامل. انا ممكن الفها. البريشر في الجلومير كابيلري في افرم جاي بالدم وفي افرم خارج منه. نمسك الافرم، احكي لي انت. انت اللي هتحكي لي. لو الافرم ده اللي هو جاي بالدم حصل فيه فازو دايليتيشن، يبقى كميه الدم اللي تدخل الجلوميرولس تزيد وعليه البريشر يزيد وعليه الفلتريشن يزيد. مين بيعمل العمله دي يا اولاد؟ البروستاجلاندينز والبراديكاينين. بروستاجلاندينز وبراديكاينين. بالعكس لو الافرد حصل له فازو كونستريكشن هيقل الفلتريشن. واللي بيعمل العمله دي السمباثاتيك. وفاهم ليه؟ سمباثاتيك مش عاوزنا نعمل فلتريشن، مش عاوزنا نفقد ميه عشان الميه تفضل في الدم، عشان الضغط يزيد، عشان وانت بتتخانق محتاج ضغط عالي، يعني بس تبقى فاهم. ننتقل للإيفرنت. العكس تماما، الإيفرنت ده بيخرج الدم. يبقى لو هذا الإيفرنت حصل فيه كونستريكشن الدم ما بيخرجش، يبقى الضغط هنا يزيد، الفلتريشن يزيد. مين بيعمل العمله دي قلناها؟ مين بيشتغل على الإيفرنت؟ حتى انا كاتبها لك اهو، الانجيوتنسين 2. اوعى تنساه. الانجيوتنسين 2 ما بيشتغلش الا كل حاجه فيه رقم 2، زي نورماندي 2 از فورمد ان 2 ستيبس هاز جوت 2 فانكشنز. حتى لو نقي رقم 2 ما بيشتغلش على الإيفرنت، شغال على الإيفرنت. واحد من اهم المعلومات في الام اس كيو. طيب ثالث نقطه، اتكلم لنا بقى على الارتيريال بلاد بريشر. مفروض لما الضغط عموما في الجسم يزيد الفلتريشن يزيد، الضغط يقل الفلتريشن يقل. بس احنا قلنا الكليه عندها حاجه اسمها اوتو ريجيليشن. زي ما احنا عندنا مثبت للتيار في الاجهزه، في مثبت الضغط يتغير. فاكر الارقام؟ المين متوسط ضغط، ده ما بناخدش 120 على 80، بناخد متوسط. يتغير ما بين 90 ل 220، ومع ذلك الجلوميرولر فلتريشن ريت يقعد ثابت. اي حاجه ما بين 90 و220 يقعد ثابت. تحت 90 يقل، فوق 220 يزيد، لانك خرجت عن مدى تثبيت الايه القصه. طب ازاي بقى بنعمل اوتو ريجوليشن؟ في طريقتين.
فاكر واحدة اسمها تيوبلو جلوميرولر فيدباك، ارجعها في المحاضرة السابقة اللي هي قصة الماكولا دنسا. فاكر الماكولا دنسا اللي كانت بتقيس الصوديوم كلورايد، فلما تلاقي قليل تعرف ان الضغط قليل، فتعمل ايه عشان تزود الفلتريشن؟ بنفسها كانت بتوسع الافرنت، خلاص بتطلع بروستاجلاندين ونيتريك اوكسايد، وبتقول للجاكسا جلومير سيلز تطلع الرينين اللي هو الانجيوتنسين 2 في النهايه يصغر الافرنت. ده اللي هو التيوبلو جلوميرولر فيدباك، اسمعها في المحاضره اللي فاتت. وفي حاجه تانية خد نفسي انا اقولها، نقولها تاني. طب لو قلت بقى مش قل، لو الضغط زاد، كنا قلنا المايوجينيك، وقلتها لك برضو المحاضره اللي فاتت، ان رينال فيسل من دون الفيسل يا اولاد لو الضغط زاد المفروض الدم هيحصل فلتريشن جامد. هذه الفيسل من دون الفيسلز لو الضغط زاد فيها حاجه انترنسك جواها مايوجينيك في العضله تعمل كونستكشن. في روعه اسمها مايوجينيك ميكانيزم، مايوجينيك اوتو ريجليشن. يبقى ربنا عامل ميكانيزم لما الضغط يقل، ميكانيزم لما الضغط يزيد. لما الضغط يزيد انترنسك مايوجينيك، ضغط زاد المفروض يدخل دم كتير، لا الماسلز بتاعت الفيسل من دون الفيسلز في الدنيا تقدر تعمل كونستكشن فتقلل. طب لو الضغط قل الماكرو دينسا تلاقي الملح قليل، تروح لعبه اللعبه الحلوه موسعه الافرين بنفسها بالبروستاجلاند نيتريك اوكسايد، وتقول للجاكس جلوميرولر سيلز طلع رينين يطلع الانجيوتنسين 2 اللي بيقبض الافرنت. مش عيب كتير، انا عارف انه فيديو انتوا تقدروا تسمعوه. ده يبقى كده درسنا عاملين، درسنا الكي اف ودرسنا الهيدروستاتيك بريشر جلوميرولر كابيلري. طيب نيجي اللي جاي اسهل كتير، ندرس الاوزموتيك بريشر بتاع جلوميرولر كابيلري اللي هو كنا قلنا 32. لو حضرتك شربت ميه كتير حلو، يبقى مفروض تعمل ايه؟ تخلص من الميه دي ازاي؟ بحاجه اسمها الانتي دايوريتيك هرمون. بس في حاجه تاني، تخيل لو انت شربت ميه كتير، يبقى الاوزموتيك بريشر بتاع الجلوميرولر كابيلري هيقل، هتتخفف البلازما بروتين، ودي اوبوزنج فورس. لما تشرب ميه وتخفف البلازما بروتين اللي هي اوبوزنج، اللي هي اوبوزنج، يحصل مور فلتريشن، تنزل ميه اكتر. وهو المفروض لو شربت ميه في الاوفر هيدريشن. طب لو حضرتك حصل لك دي هيدريشن، الميه قلت جوه جسمك، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا هتتركز البلازما بروتين في الدم، الاوبوزنج فورس تزيد، يبقى ما تفقدش ميه، وهو المفروض. طيب العامل الثالث يا اولاد، او الرابع اسف، خدنا ثلاثه، الهيدروستاتيك بريشر في الباومنز كابسول. لو واحد عنده ستون في الباومنز كابسول، عنده حصو، تخيل في هنا حصو بتعوق ما ان البول يمشي في اليوريتر، فالضغط هنا يزيد، الميه مش ماشي، ودي اوبوزنج فورس، الضغط في الباومنز كابسول بيعوق الفلتريشن فيقلل الفلتريشن. انا عاوز بعلمكم طب، سيبك من اللي في الكتب. اكشوري اللي عنده حصوه ما تاثرش خالص على الفلتريشن ولا على الكليه. ليه؟ لان الحصوه في معظم الوقت بتبقى بتشوف حته واسعه كده وتقعد فيها تبقى بتلقلق جواها، يعني المايه ماشيه من جنبها. لو الحصوه اتزنقت في حته ضيقه، هي دي بقى اتزنقت، يعني قفلت الحته الضيقه كده دلوقتي، بس هيزيد البريشر. اقول لك لدرجه ايه بقى؟ مش يقلل الفلتريشن، تعلم دي مني، يوقف الفلتريشن تماما، لان النت فورس 10، يبقى الكليه دي وقفت لما تتزنق. طب انا عاوز وورنينج، عاوز ربنا يحذرني، هو بيحذرك لو اتزنقت هيجي لك رينال كوليك. يبقى معنى ان في رينال كوليكس مغص، يبقى الحصوه اتزنقت في حته ضيقه قفلتها تماما، ده زود الباومنز بريشر مش قلل الفلتريشن، وقف الفلتريشن. ما تخافش انك عندك كليتين. طب لو واحد بقى ذكي، يبقى لو عيان شايل كليه، يبقى شغال بكليه واحده، وجاله رينال كوليك، يبقى عنده حصوه في الكليه السليمه قفلت اليوريتر، بدليل عنده مغص اهو، زودت البريشر وقفت الفلتريشن، يبقى العيان ده فشل كلوي، لازم نحطه فورا، نمنع الانسداد ده،
نديله حاجات تضيليت اليوريتر، نشيل الحصوه لانه دلوقتي الكليه واحده ومش شغاله. ادي الطب يا اولاد. يبقى ما تقوليش حصوه بتقلل فلتريشن. الحصوه يعني عدد كبير جدا من الناس عندها حصاوي وبتلق جوه اليوريتر، المايه ماشيه جنبها مفيش اي مشكله. المشكله ربنا بينذرك وراء الخلق قالك لو اتزنقت هيحصل لك رينال كوليك، اتزنقت يبقى المايه مش ماشيه، زاد الهيدروستاتيك بريشر بومنس كابسول، وقف الفلتريشن تماما تماما تماما. ادي القصه يا اولاد. الفورس الرابعه اللي هي ايه بقى؟ كان الكولويدال اوزموتيك بريشر في البومنس كابسول اللي هي كانت صفر، عشان كده غضينا البصر عنها. فمن الخمسه فورسز، الخمسه فورسز بتوع ستارلينج خدنا اربعه، خدنا الكونستانت اوف فلتريشن وثلاثه من الفورس. فين اللي غابت؟ اهي اللي كانت هنا اللي هي الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين، لان كانت قيمتها صفر. هي يا اولاد اهي كانت صفر. فاحنا خدنا ثلاثه فورسز، الهيدروستاتيك بريشر بتاع الجلوميرال كابيلاري، الاوزموتيك بريشر بتاع الجلوميرال كابيلاري، وخدنا الهيدروستاتيك بريشر بتاع الباومنز كابسول لما يبقى فيه ستون. دي سبناها ليه؟ لانها اوريدي صفر. وخدنا ال كي اف اللي هو الجلوميرال ممبرين. فحتى الزميل فاضي قال دي طريقه رائعه، ده انت كده قلت اربعه من السته. يبقى انت كانك الاذر فاكتورز اتنين بس. الرينال فازو دايليتورز طبعا ده بيزود الفلتريشن، اللي هي اشهر واحده قلناها ايه بقى؟ البروستاجلاندينز. تبقى هنا في مصيبه صغيره. Unfortunately ان احنا ما بناخد اسبرين عشان نمنع التجلط. الاسبرين ده بيمنع التجلط ازاي؟ بينهبت البروستاجلاندين سينثيسيس، وبالتالي قلل شويه الرينال فازو دايليتيشن. بس مش عاوز حد يعني يتخض، يبقى دي نقطه مهمه كلينيكيا. احنا قلنا رينال فازو دايليتورز زي البروستاجلاندينز وزي قلنا النيتريك اوكسايد لو كنت فاكر. عيبها ان احنا الناس اللي هتاخد اسبرين بيمنع الثانسز والبروستاجلاندين، وبالتالي هيقلل شويه الرينال فازو دايليتيشن. يبقى مين المواد اللي بتعمل دايليتيشن؟ انا اهم حاجه عاوزك تركز عليها قصه البروستاجلاندين عشان الاسبرين، لكن في برادي كاينين، في نيتريك اوكسايد، في كل الكلام ده، في ادينوزين، في حاجات كتيره. يبقى ده فاكتور رقم خمسه. رقم سته بروتين انتيك، دول ايه بقى؟ اذر فاكتور، بس ما تكتبهمش المعادله. انا طريقتي بحبك تفكر تستنتج المعلومات مش تحفظها. اكتر حاجه خطيره على الناس اللي الكليه بتاعتها يعني كومبرومايز تعبانه البروتين، لانه البروتين ده بيطلع يوريا ويوريك اسيد وحاجات كتير كلها لازم الكليه تتخلص منها. فشوف العظمه الالهيه، شوف العظمة الإلهية. ربنا خلانا لما ناكل بروتين عشان نقدر نتخلص من نواتج الميتابوليزم بتاع البروتين، الرئة يروح لها دم أكتر. فأنا عاوزك من الأول لما أقول لك البروتين انتيك بيعمل إيه على رينال بلاد فلو، أنت مش مذاكر بس مذاكر بطريقة العبد الله. عارفها طبعًا، أن وراء الخلق إيه؟ خالق. البروتين ده عبء على الكليه، بدليل العيان اللي عنده ليفر ديزيزس علمتها لكم، قول له ابعد عن الدهون. اللي عنده كيدني ديزيزس ابعد عن اللحمه. شوف ربنا ازاي بقى يساعده. هو لو كل بروتين كتير هتتهضم الامينو اسيد، تابع معايا نمره 2. الامينو اسيد دي هتفلتر، هيحصل لها فلتريشن، ما يصحش يفقدها. الامينو اسيد دي حاجه مفيده، ليه يفقدها في البول؟ فلازم يعمل لها ري ابزوربشن. لما هيعمل لها ري ابزوربشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول عمرها ما تمتص لوحديها، هي بتتشال مع الكارير اللي شال صوديوم. يعني حقيقه الامر احنا بنمتص صوديوم ماسك في الكارير والناحيه الثانيه ماسك الامينو اسيد، فبناخد امينو اسيد. يبقى لما ناكل بروتين كتير في امينو اسيد كتير عشان نمتصها في البروكسيمال، كان لازم 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 نمتص معاها صوديوم. طب يبقى كميه الصوديوم اللي هتوصل للديستال عند الماكيلا دينس حصل لها ايه؟ ما انت امتصتها مع الامينو اسيد في البروكسيمال قلت. فالماكيلا دينس هتقرا صوديوم كلورايد قليل، يبقى الفلتريشن قليل، هتقراها كده تزوده، وهي محشوره قلنا الماكيلا دينس بالافرنت والايفرنت.
فبروح هتوسع الافرنت بالبروستاجلاندينز والنيتريك اوكسايد وتدي كوع للجاكستا جلوميرولار سيلز، اصحي طلع رينين تطلع انجيوتنسين 2 يعمل كونستريكشن في الافرنت. يبقى كانها الجاك اذا وسعت الافرنت بنفسها بالبروستاجلاندين والنيتريك اوكسايد وضيقت الافرنت بالكوع اللي اديته للجاكستا جلوميرولار سيلز اللي جنبها، عمل في الاخر طلع انجيوتنسين 2 عمل فازوكونستريكشن ايفر. بذمتك هذا يدل على ايه؟ على ان الطبيعه هي اللي بتخلق، ولا على انه وراء الخلق خالق قوه عاقله نسميها الله؟ انا هات لي محاضره واحده ما بقولش فيها 10 مرات ما يثبت وجود الله علميا، ما بكلمش الناس سبيريتشوال، بكلمهم بطريقتهم. والعجب ان تلتين العالم يعني المعظم ملحدي، حاجه غريبه قوي. يلا باكل بروتين هيعمل عبء على الكليه، هي تحل المشكله. بروتين يعني امينو اسيد. لا طب امينو اسيد ده فلتر، يبقى لازم امتصه، ما اعرفش امتصه لوحده، لازم امتصه مع الصوديوم. فالصوديوم اللي يروح هناك في الديستال حصل ده في البروكسيمال، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. ربنا معظم الاعمال في البروكسيمال. تالت بروتين امينو اسيد فلتر، هاتها في الاول ومعاها صوديوم. اكشن انت بتاخد صوديوم عشان تاخد صوديوم كلورايد، يبقى الصوديوم اللي راح هناك الماكرو دينس قليل، فالماكرو دينس غير الفلتريشن قليل، وهي قاعده ما بين الافرنت والايفرنت. للافرنت اولو دايليت بالبروستاجلاند نيتريك اوكسايد وكوع للجاكستا جلوميرولار سيلز، تطلع لينن تطلع انجيوتنسين 2 تكونستريكت الايفرنت، يبقى يدخل ما يخرجش، يبقى الفلتريشن يزيد. لما بحط عبء على الكليه بناكل بروتين، هي بتزود الفانكشن بالانفلتريشن يزيد. سبحان الله وراء الخلق خالق. دول ثلاث اسئله يا اولاد في غايه الاهميه. يبقى اتكلمنا على الجلوميرولس في عجاله عشان ما تنساش، مع شقط مثل عشق نظام، ست نقط. اول ثلاثه قلت ان هم كانوا اسئله شفوي، بيقولهم في عجاله عناوين الاساسيه. كومبوزيشن الجلوميرولر فلتريشن ريت ده الترا فلترد، يعدي كل حاجه في البلازما ما عدا الكولويدز اللي هو اهمهم البلازما بروتين. النقطه الثانيه الفوليوم، ايه الرقم المهم؟ قلت هتطلع حاطه معايا 125 مللتر بير مينيت جي اف ار، 10% اقل في الفيميلز. خلاص عندها كرياتينين اقل، المصل اقل، 10% اقل. طب الرقم التاني المهم، بيوصل الكليه 625 سنتي بلازما في الدقيقه، بيفلتر منهم 125، يبقى الفلتريشن فراكشن هنساله لك ونجيبه لك الخمس 20%. خلاص تبقى عارفه دي مهمه قوي. ونقطه للتامل خاص بينا، ان لو الكميه دي في الدقيقه، طب في اليوم كام لتر؟ 180 لتر. الكليه بتفلتر 180 لتر والبلازما 3 لتر، يبقى معناها ان البلازما اللي هي 3 لتر في جسمك بيتم تنقيتها كل يوم بالكليه الطبيعيه 60 مره، مقارنه بالكليه الصناعيه مش 3 مرات في اليوم، 3 مرات في الاسبوع، كليتك 60 مره في اليوم. النقطه الثالثه جلوميرولار ممبرين كام لير؟ 3 ليرز. قلت لك اهمهم مين؟ في اثنين تستنتجهم، كابيلر اندوثيليوم والبودوسايتس بتاعت الباومانز كابسول اللي هي الخلايا القدميه اللي في ما بينهم سليتس، ودي فيها هود، بس مش دول مهمين. البيز ممبرين نيجاتيف تشارجز، ده اللي بيمنع فقدان البروتينز. كلمت على احمد زوير رحمه الله وصديقي رحمه الله، وتقول ميزانجيال سيلز اللي بتغير الاريا. سيرفس اريا 8.10 متر مربع، سايز اوف موليكيول الرقم 4.8، وصرف روحك في الشرح تحت 4 ريدلي فلتر، تركيزه في الفلتر وتركيزه في البلازما فوق 8 ما يعديش، ما بينهم يعدي ويزدفل. دول الثلاث اسئله الشف. طب نيجي الثلاث اسئله التحريري. من اهم وظائف الكلى انك تقيس الجلوميرولار فلتريشن بالانيولين كليرانس. ايه اهم ميستين في الانيولين كليرانس؟ ده فركتوز، لا انت تعرفه سكر، لا انت ما سمعتش عنه ولا الكليه سمعت عنه. اللي هيفلتر لا هتاخد منه ولا تحط عليه، ما عندهاش اي ميكانيزمات، نايدر يابزورب نور سكيت. يعني ايه؟ يعني اللي هيفلتر هينزل زي ما هو في اليورين. دلوقتي بس، دلوقتي بس اقدر احط المعادله الاماونت فلتر ايكوالز الاماونت اكسكريتد. وعلمتكم يعني ايه اماونت؟ فوليوم في كونسنتريشن. يبقى الاماونت فلتر
هو الفوليوم فلتر اللي انا بدور عليه العالم يفكر جي اف ار في التركيز في الفلتر اللي هو اف يساوي الاماونت اكسكريتد اللي هو ايه الفوليوم يورين في ايه قلت لك في الدقيقه الحساب كله في الدقيقه في التركيز في اليورين اللي هو يو يبقى جي اف ار تساوي يو في في على مفروض على اف بس هجيب ازاي الفلتريش التركيز في الفلتر تاني ميزه بمليون جنيه انها ريدلي فلتر تركيزها في الفلتر هو في البلازما يبقى بدل اف نجيب بي ثلاث معلومات بتعريفه الفوليوم يورين في الدقيقه التركيز في اليورين في اليو تركيز في البلازما بي جي اف ار تساوي في فيو على بي ليه ما بنستخدمش الانر وشويه طبعا مزايا تانية قلتهم لك يبقى ارجع للشريط لانه اكسوجينس يو اد اكسترا وورك تو ان اوريدي ديزيست كيدني فنجيب حاجه من جوه هي ملزمه بيها اوريدي اندوجينس كرياتينين بس فيها خطائين الكرياتينين دي انه لانها الجلي عاوزه تخرجها ماهاش بس ما بتسيبش اللي في الفلتر ده بتحط عليه شويه يبقى التركيز في البول زاد خطا تاني صلح الخطا الاول بس لما اجي اقيس التركيز في البلازما بقيس الكرياتينين ومعاها الكروموجين فزاد خطاين صلحوا بعض ده سؤال نظري مهم والسؤال دي النقطه الرابعه النقطه الخامسه انه الفورسز اللي بتتحكم في الجلومير فلتريشن ريت قلت لك ده كابيلر يا اولاد اربعه فورس بتتقسموا بثلاث طرق اتنين هيدروستاتيك واتنين كلودا اوزموتيك بريشر اتنين فلترنج واتنين اوبوزنج دي طريقه ثانيه اتنين جوه اتنين بره ولازم في اللي جوه واللي بره واحده هتبقى هيدروستاتيك والثانيه كلودا اوزموتيك بريشر وبعد كده رتب روحك الفلترنج 60 و0 يبقى 60 الاوبوزنج 32 و18 يبقى 50 يبقى النت فورس 10 مين اللي عمل الكلام ده الراجل الالماني اللي اسمه فرانك ستارلينج قال يبقى الجلومينر فلتريشن ريت بتتناسب مع النت فورس اللي هي ايه اللي هي النت الاثنين فلترنج ناقص الاثنين اوبوزنج فلما اقول تساوي يبقى في كونستانت اوف فلتريشن في حاجه ما هياش فورس وتاثر في الفلتريشن ثابته اوفر ييرز جوما ممبرين ثيكنس والاريا سؤال نظري مهم السؤال ثم نيجي للفاكتورز افكتنج وقلت لك عملتهم لكم بطريقه رائعه سته فاكتورز طب ليه احفظ سته فاكتورز اوريدي في اربعه من الخمسه اللي هم اربعه فورسز كانوا والكي اف ليه اهملنا فورس في فورس وقعت هنا اللي هي كانت صفر فخدنا ثلاثه فورسز والكي اف لو انت مش مذاكر لازم تكتب اربعه من السته زائد اذر تو فاكتورز اثنين تانيين خلاص اللي هم قلناهم الرينال فازليتور والبروتين وقلنا نقولهم في عجاله الحاجات المهمه ركز لك عليها الجلوميرولا ميمبرين اللي هو الكونستنت اوف فلتريشن يلا قولهم كده ايه اهم معلومات في الدنيا انك تقول مين اهم مرضين بيبوظوا الكليه وبوظوها ليه الان كنترول دايابيتس ميليتس اديك فاهم والان كنترول هايبرتنشن دمروا الكليه الدايابيتس ألعن لانه بيقلل البيرميابيلتي وبيقلل الاريا الهايبرتنشن بيقلل البرميابيلتي بس انه بيخلي الممبرين تخين من كتر الضغط عليه الممبرين يقاوم يدخل دي حاجه في هنا هتبقى عارف وبعدين ما تنساش تشرح معاها من فضلك الميزانجل سيلز تبقى تحكي لنا عنها شويه طب نيجي بعد كده الفورسز الهيدروستاتيك بريشر المفروض حضرتك دي بتعتمد على الافرنت والايفرنت تحكي لنا على الافرنت وتحكي لنا الافرين مين اللي بيعملوا دايلتيشن حفظتك ثلاث حاجات او اربعه بروستاجلاندين ناتريك اوكسايد دول اللي بيطلعوا منين من الماكولا دنس وفي بعد كده ممكن تقول براديكاينين وفي ادينوزين يعني يقول لك واحده او اثنين طب مين اهم واحده بتكون ستريكت الايفرين اوعى تنساها الايفرين نمره اثنين بانجوتنسين 2 ولا تنسى نقطه ثالثه اللي هو تتكلم على الاوتو ريجوليشن ان الضغط ما بين 90 و220 الجلومير فلتريشن ريت ورينال بلاد فلو بيقعد ثابت دول اللي خدوا وقت في الشرح بعد كده قلنا قوتين تانيين اخف الاوزموتيك بريشر في الجلومير كابيلاري اللي هم البلازما بروتينز هيتركزوا في الديهايدريشن لما ما تشربش ويتخففوا لما اشرب كتير هيحصل اوفر هيدريشن
وده بيفسر احد اسباب السبب الاساسي في التحكم في البول هو الانتي ديوريتيك هرمون، انما ده سبب تاني. لما يتركزوا الاوبوزنج فورس تزيد يبقى ما يحصلش فلتريشن، ما انا مش شربتش اساسا لسه افقد ميه، شربت ميه كتير اتخففوا كويس يبقى الاوبوزنج قلت، الاوبوزنج قلت يحصل مور فلتريشن. وعلمتكم حاجه بمليون جنيه النهارده اللي هو الهيدروستاتيك بريشر في الباونس كابسول تزيد لو اتسدت رينال ستون. ومش عاوز تبقى زي الطبيب لهبل، مش اي ستون بتسدها طول. الناس كتير عندها ستونز بتلق في اليوريتر، ما ماشي يا جماعه مفيش اي مشكله طالما ما عندكش مغص كلوي. طبعا هننزلها لان هيحصل لك مغص كلوي بعد شويه، مش هنسيبها لو عرفنا، بس رايت ناو ادام مفيش مغص يبقى كلها شغاله. اتزنقت في حته تماما بس بريشر زاد، ما قلت لك ما قللتش الفلتريشن، بتوقف الفلتريشن. لو عندك كليه واحده اتس ان ايمرجنسي سيتويشن، يبقى كليه اتشاله والكليه الثانيه مش شغاله، ايمرجنسي سيتويشن لازم تتصرف. دول اربعه من الخمسه اهدرنا الصفر، يبقى فاضل لك الاذر فاكتورز اثنين، رينال فازوديليتور والاهم واحده اولاد البروستاجلاندينز اتكلمت عليها، للناس اللي بتاخد اسبرين بيقلل البروستاجلاندين يبقى هيقل عندهم شويه رينال فازوديليتور دايلتيشن. واتكلمت قصه البروتين ان هو ده عبء على الكليه، فربنا حل العبء ده بانه خلى لما تاكل بروتين ده يزود الرينال بلاد فلو. شفت ازاي؟ لانه بيزود امتصاص الامينو اسيد ومعاه الملح في البروكسيمال، فاللي يوصل الديستال من الملح يبقى قليل، فالماكينه دي انسى تقراها ان الفلتريشن قليل، تروح عامله توسيع في الافرنت بنفسها بالبروستاجلاندين والناتيك اوكسايد وكوع للجاكستا جلوميرال سيلز، تطلع رينين، تطلع انجيوتنسين 2 تقفل الافرنت. سؤال ثالث، يعني شيء جميل. انا عارف المحاضره دي قصيره شويه، كان نفسي ادخل شويه في تيبيولز بس انا عندي يعني موعد، فحتى خليها كده محاضره يعني قصيره شويه تبقى لطيفه. دي اتعلمت الجلوميرولس. المره الجايه بقى عندنا يعني متعه تاني في التيبيولز يا اولاد، وعامل لها يعني رسمه واحده للتيبيول بلخص فيها كل قصه الكليه، يعني رسومات بقى عاملها، يعني رسومات رائعه هبقى اوريها لكم. يعني هتكلم الوظائف كلها في ان واحد، ما تتعقدش منها، ده انا هطلعك حافظها صم، البروكسيمال واللوبوفينيل والديستال، وبعدين بالتفصيلات رسومات تعبان فيها اخر تعب اهي، هبقى احطها لكم تصوروها ونحكي قصة التيبيولز المرة الجاية، وبعدين ناخدها بقى تفصيليا في محاضرة أو محاضرتين نبقى خلصنا الكلية، فالموضوع هيبقى بإذن الله سهل. أنا برضو أولاد ما بزعش إن أنا هقول ليه، لأني ما بقاش عارف البث في المكان اللي أنا فيه ده، وأنا حريص على وقتكم، إنما هننزلها على اليوتيوب. وزي ما قلت، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه أو من حجب خيرا عن غيره. فحضرتك تقول لهم دكتور ناجي نزل المحاضرة التانية في الكلية على الفيسبوك على صفحته، وهتنزل على اليوتيوب، روحوا شوفوها. أشكركم على حسن إنصاتكم.